بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة تاريخية موزة حول تاريخ الاتحاد. الجموع هذه راي مش تهدد راي استقلال الاتحاد أو شرعية الاتحاد أو تحب أنه تقضي على الاتحاد، لا، تحب تصحح مسار الاتحاد. الاتحاد هذايا فقد استقلاليته بالضبط من يوم أن ضربت اتفاقية 30 أفريل 84. الاتفاقية هذه أبرمت ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة محمد المظالي، وقت فما تحالف وقع بين قوى اليسار وبين حزب الاشتراك الدستوري عن طريق راس محمد المظالي، وقتها على راس أن قوى اليسار موجود في اتحاد العام التونسي للشغل هو السيد طيب البكور، هو انقاذ الاتفاقية هذه اللي جابت مؤتمر أمين الكار، وقتها أنه محمد المظالي يضرب أنه الشرفاء في الاتحاد ومنظمين إصحاح في الاتحاد وانقذ على استقلال الاتحاد وعلى شرعية الاتحاد. ثم جاء بعد أنه التحول أنه سيء الذكر 1987، نحن نعرف أنه كيفاش الاتحاد أنه ترماه في أحزان سلطة بن علي، كيفاش أنه فوت أنه في كل مؤسسات أنه ساهم في تفويت 777 مؤسسة، هو اللي كرس المناولة، هو اللي كرس الخوصة، وأكبر أنه صفقة متاع خوصة أنه كرسها الاتحاد وبادر بإغلاقها لأنه مرت فيها هي صفقة تنيسير. أول ملف حب يسكره ما بعد الثورة هو ملف التنيسير. ثم كان أنه في المفاوضات الاجتماعية يقترح 3% و5% و4% وبن علي يفرض عليه إرادته، وفي الأخر أنه المفاوضات تدوم بثلاث سنوات ويمتثل إرادة بن علي في الزيادة في الأجور. ثم المجموعة هذه اللي هي جات بعد مؤتمر بعد أنه انتخابات 23 أكتوبر 2011، المؤتمر تبرقى ذيرة ومؤتمر غير قانوني لأنه لم يتم تجديد الهياكل والجامعات والنقابات الأساسية. مشاو قصوا قصة عربي ديريكت، مشاو المؤتمر معاهم تعافي تبرقى على أساس التجمع وأن القوى الخاسرة والجرحة الانتخابات 23 أكتوبر ولات وقفوا الاشتراكات. نعم بعد أن القوى اللي جرحت الانتخابات وأن ميزان الحقيقي كشف من خلال الصندوق وأنها ليس لها وزن سياسي مشات ترمات في الاتحاد. نشوفوا نحن مواقف الاتحاد، مواقف الاتحاد كلها تو ليس مواقف نقابية ولا مطلبية نقابية، إنما هي كلها مواقف سياسية وتدفع ومع هذه الأطراف الإيديولوجية التي انزوت تحتها وصار الاتحاد الذي هو كان خيمة كل الإيديولوجيات ما قال 17 الآن صار خيمة التي تجتمع مع تحتها الإيديولوجيات الفاشلة والتي تدفع في البلاد نحو أن الحرب الأهلية ونحو أنه تعطيل مصالح الدولة ومصالح البلاد ابتداء من سيدي بوزيد وسليادة وقفصة وقابس وجبنيانة، والأحداث كلها تشهد أن هذه الأحداث كلها وراء الاتحاد وليس وراءها مطلبية نقابية إنما وراءها مطلبية سياسية. والآن يأتون ويقولون نعم هذا واضح لأنه صار مرتهن الإيديولوجي، ارتهن سابقا لإيديولوجية بن علي النظام والتجمع والآن مرتهن الإيديولوجيا الفاشلة في الانتخابات 13 أكتوبر. نحن كخيار شعبي نقول لهذه المنظمة العريقة التي أن نحافظ على استقلالها وشرعيتها، كذلك نتصدى لكم وأسهل ما يكون، لأنه أسهل ما يكون أن نذهب إلى التعددية النقابية، ولكننا لا نذهب إلى التعددية النقابية متمسكون بتاريخ هذه المنظمة وبنزالات هذه المنظمة وبشرعية هذه المنظمة، ولكن خيارنا الآن هو تطهير هذه المنظمة. نعم هذه المنظمة لابد من تطهيرها.